إلى أجل غير مسمى تم تأجيل الجلسة الثانية للحوار الذي تيسره الآلية الثلاثية، حوار يقاطعه تحالف قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، والذي التقى الآلية الثلاثية بطلب منها طارحا رؤيته لاستعادة مسار الانتقال وحل الأزمة. توسيع قاعدة الانتقال بكل قوى الثورة والمؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي يتفقوا على قضايا معينة يتم إنجازها في فترة زمنية متفق عليها تنتهي بانتخابات عامة تضع الوطن على درب التداول السلمي للسلطة بإرادة الناخبين. ورحبت الآلية الثلاثية في بيان لها بالاجتماع الذي تم بين الحرية والتغيير المجلس المركزي والمكون العسكري، واعتبرت الآلية أن أساس نجاح هذه العملية يكمن في الملكية السودانية الكاملة لها، وتأمل في أن تكون هذه الخطوة قد أسهمت في تضييق الفجوة بين الأطراف، فيما رأت أطراف مشاركة أن نجاح الحوار بمشاركة الجميع فيه. نحن ننظر لهذا الحوار أنه هو ظاهرة صحية، لكن هذا لا يعني أنه غياب أطراف من الحوار سيكون هو يعني مفيد. بالضبط أو بالتأكيد أنه أي أطراف تغيب من هذا الحوار هو مثابة فشل واضح لهذا الحوار منذ بدايته، وبالتالي نحن في المؤتمر الشعبي ظللنا منذ أكثر من 3 سنوات نعمل على التواصل مع القوى السياسية الموجودة في الساحة السياسية من أجل أن يكون هناك حوار سوداني سوداني. ودفع آخرون بتنبيهات مهمة للآلية الثلاثية أن استمرار الحوار بدون أطراف الرئيسة لا يفضي إلى حلول ناجزة تحدث اختراقا في حل الأزمة. لا يمكن أن ينجح أي حوار بدون مشاركة الأطراف الرئيسية في المعارضة، وعلى وجه الخصوص لجان المقاومة وقوى إعلان الحرية والتغيير والحزب الشيوعي. إذا رفضت هذه القوة وأصرت الآلية الثلاثية على الاستمرار بالحوار بشكله الحالي فهي تكون قد حكمت على نفسها بالفشل الذريع من البداية. ويتطلع كثيرون إلى جميع الأطراف للعمل معا في إطار عملية سياسية شاملة تؤدي إلى انتقال ديمقراطي بقيادة مدنية. يرى كثيرون أن تأجيل الجلسة الثانية للحوار لمزيد من التواصل مع الغائبين وللنظر في رؤية المجلس المركزي للحرية والتغيير التي سلمها للآلية الثلاثية والتي طلبت بعض الوقت للتفاكر حولها والرد عليها. طارق بابكر، قناة الغد، الخرطوم.